علبه لبن مكثف، 3 كوبايات شوكولاته مبشوره، حوالي 2 كوبايات من جوز الهند، علبه لبن مكثف. دي بتهيألي كده شكلها اكتر من علبه. يبدا كده ساخن خلاص، هنزل على طول بالشوكولاته، 3 كوبايات من الشوكولاته المبشوره، واقلب اهي كده، اقلب حلو قوي لغايه ما كل الشوكولاته تنعم معايا كده. 2 كوبايات جوز هند بقى، نجيب شويه جوز هند نفرشهم هنا في الارضيه كده، وننزل عليهم الشوكولاته دي كده اللي انا ايه خلطتها، لبن مكثف وشوكولاته. احط كمان شوكولاته كده، جوز الهند كده خلاص، واسيبها بقى احطها فين؟ في الثلاجه. اسيبها في الثلاجه كده لمده 4-5 ساعات، وابدا اقطعها بالسكينه بقى مكعبات او صوابع زي ما انت عايزه.